يرش هنا المياه المقدسة على الصواريخ الروسية. رجال دين من كنيسته يرشون نفس المياه على الطائرات الذاهبة إلى قتل السوريين. أظهر دعمه لبشار الأسد منذ السنة الأولى من عمر الثورة السورية، ويصف احتلال بوتين لسوريا بالحرب المقدسة، وفي أوكرانيا يصف الغزو الروسي بأنه حرب الكنيسة على المسيح الدجال. принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, мы знаем, что это не агрессия, это не оккупация, это не навязывание каких-то своих идеологем, это не поддержка каких-то определенных правительств. البطريرك كيريل، بطريرك الكي جي بي الكذاب. في عام 2009 وصل الأسقف كيريل الأول أو فلاديمير ميخائيلوفيتش غوندايف إلى منصب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو وسائر روسيا، وهو أعلى منصب كنسي في البلاد. وصل إلى المنصب رغم الفضيحة التي رافقته منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي التي عرفت باسم فضيحة التبغ، عندما استفاد كيريل من الإعفاء الجمركي الذي منحته الدولة لكنيسته الأرثوذكسية لاستيراد التبغ والكحول. فاستطاع كيريل عبر هذا الإعفاء وبعض الأعمال التجارية الأخرى تكوين ثروة تقدر بنحو 4 مليارات دولار. ولعل صلته السابقة بجهاز الاستخبارات السوفيتي الكي جي بي، عندما عمل لسنوات طويلة في دائرة العلاقات الكنسية الخارجية ببطريركية موسكو، كانت سبباً لوصوله إلى منصبه. ويعتقد أن علاقته المتينة ببوتين تعود إلى زمن خدمتهما المشتركة في الاستخبارات. يدعى هذا الرجل أوزتابيك أوموربيكوف، ضابط برتبة مقدم في الجيش الروسي، وجرت ترقيته مؤخراً إلى رتبة عقيد. يكرم هنا من قبل أحد رجال الكنيسة الأرثوذكسية في شهر تشرين الثاني عام 2021، أي قبل أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا. نفذت الوحدة العسكرية الروسية التي كان أوموربيكوف يشرف عليها مجزرة في بلدة بوتشا قرب كييف خلال فترة سيطرتها على البلدة. وبعد انسحاب القوات الروسية، دخل الجيش الأوكراني رفقة وسائل إعلام عالمية ليتم الكشف عن مذبحة بحق المدنيين راح ضحيتها أكثر من 400 أوكراني وأوكرانية، بعضهم عذب وبعضهم الآخر تعرض للاغتصاب، ومعظمهم كانوا مقيدي الأيدي قبل أن تستقر رصاصات الإعدام الميداني في رؤوسهم. هذا الضابط ما هو إلا عينة من الضباط التي تدعمهم وترعاهم وتكرمهم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في عهد كيريل الأول. رغم كون الأوكران في معظمهم من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، إلا أن كيريل لم يخرج يوماً عن رغبة سيده بوتين. فمنذ احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم وإيقاظ النزعات الانفصالية في إقليم الدونباس الأوكراني عام 2014، لم يعارض البطريرك الغزو أو دعم المتمردين، بل على العكس عارض العقوبات التي فرضت ضد موسكو على خلفية احتلال القرم، وأمر لاحقاً بمنح وسام لسيرغي أوكسينوف رئيس القرم المعين من طرف بوتين. وخلال الحرب المندلعة منذ أواخر شهر شباط فبراير الماضي، لم يظهر كيريل أي معارضة للغزو الروسي، بل على العكس وصف المعركة في أوكرانيا بأنها حرب ضد القيم الغربية الليبرالية، ولم يعلق أبداً على الكنائس والكاتدرائيات التي دمرها القصف الروسي والتي زاد عددها عن 60. دعم كيريل لحرب بوتين في أوكرانيا تسبب بانقسامات في الصف الأرثوذكسي، كما وضع بطريركية موسكو في موقف محرج على مستوى الكنائس العالمية، إضافة إلى أن كيريل نفسه كان سبباً أساسياً في إعلان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الانفصال عن الكنيسة الروسية عام 2018. يرى بعض المحللين أن كيريل هو الذراع الروحية في الأيديولوجية البوتينية، كما يلعب البطريرك دوراً كبيراً متصاعداً في ترسيخ العصب الديني لعناصر الجيش الروسي وإضفاء صفة القداسة على الحرب الروسية في سوريا وأوكرانيا. تولى بنفسه واجبات رعاية الكاتدرائية العسكرية الروسية التي انتهى بناؤها عام 2020، وتحت رعايته وضعت صور بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو على جدران الكنيسة. بابا الفاتيكان ألغى مؤخراً اجتماعاً كان مقرراً مع كيريل، خشية أن يفهم الاجتماع
على أنه دعم من الفاتيكان للحرب الروسية في أوكرانيا، كما عزز الغزو الروسي الشرخ داخل الكنيسة الأرثوذكسية، حيث تأخذ بطريركية القسطنطينية الأرثوذكسية ومقرها اسطنبول موقفاً معارضاً لهذا الغزو. فهل يكتب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية كيريل كذراع روحية لبوتين حول العالم؟ أم إن بوتين من الأساس لا يهتم بمكانة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الروحية، وأنه سيمضي في تحقيق أحلامه القيصرية حتى إن كان في ذلك فناء روسيا بشكل كامل؟